انت مدخن طبعا انا عارفه. شكرا. يعني بقولها على الهواء بشكل مباشر لانه دايما نختلف انا حسام لانه انا عندي حساسيه وهو مدخن فدايما نختلف حوالين موضوع التدخين. اظن مساله التدخين دي بقى خلت ناس كتير دلوقتي تلجأ لفكره السجائر الالكترونيه، ليها اسماء مختلفه، انا مش مدخنه فما عنديش خبره كبيره، لكن في الفيب وفي ايه تاني انت قول لي، في انواع مختلفه بالزبط. طبعا يعني هي السجائر الالكترونيه دي بقى فيها اشكال وانواع مختلفه. اولا بس لازم اكد التدخين عاده ضاره، ربنا يتوب علينا منها. انا بكرهه للاسف، وقعت في هذا الفخ منذ 4-5 سنوات وان شاء الله هنتخلص منه قريب. يعني الحاجة التانية السجائر الالكترونية دي بقى كتيرة جدا بانواع مختلفة، بيعملك بقى فليفرز ويتحط لك نكهات مختلفة. وفي الاول كانت ناس كتير معتقدة ان هي قد تكون يعني بديل احسن واصح، ده هي في ناس بتقول انها مش مضرة خالص او بدأت الاعتقاد في الاول. وعايز اقول لك انه بدأ الناس تقبل عليها على اعتبار ان هي بتساعدهم يقلعوا عن التدخين او يبطلوا التدخين اللي هو بشكله التقليدي او السجائر التقليدية، ودي كانت حاجة شائعة جدا. وعايز اقول برضو ملحوظة تانية حسام، مش بس الموضوع بقى نكهات واشكال لطيفة وطعم مختلف وكده، لا برضو اعتقد انه في جزء كده متعلق بالوجاهة الاجتماعية او بقى نوع من انواع اللايف ستايل عند بعض الناس، فبقت منتشرة جدا. المشكلة بقى انه دلوقتي في تقديرات وفي عامل تاني وتقارير بتقول انها خطيرة جدا. وفي عامل تاني انه البعض بدأ يلجأ لها كخيار ارخص شوية نتيجة بس هي مش ارخص اسعار السجائر. يعني بالنسبة للاستهلاك انا بتهيالي انه في انواع يمكن تبقى اغلى أقل من السجائر. ما طبعا انت دلوقتي بتحسبيها مع ارتفاع اسعار كل ما المواد الخام دي برضو بتيجي من بره فهي بترتفع سعرها، لكن البعض اعتبرها ارخص بشكل او باخر. لكن مش دي الفكرة، الفكرة انه كل الدراسات الحديثة لما بدأ الموضوع ده واتكلمنا فيه وانا اتناقشت فيه قبل كده كذا مرة في البرنامج، واعتقد كنا موجودين مع بعض برضو، انه انت لما بتبدأي اي حاجة جديدة بيبقى في الاول الدراسات عنها قليلة، لما بتزيد الدراسات الطبية والعلمية في كل حتة. منظمة الصحة كانت طلعت تحذير من كام شهر على القصة دي، والسنة اللي فاتت برضو طلعت والنهاردة تحذير. وزارة الصحة المصرية يعني الدراسات الحديثة بتقول انه السجائر الالكترونية اكثر فتكا من السجائر العادية، لان فيها مركبات كمان الليكويد اللي فيها ده بيبقى وفيها نيكوتين، يعني بالبلد دي كده انا حتى لو انا مش فاهمة كمان، بس هو نتيجة ازاي هتدخن من غير ما تنضر. التسخين اللي بتجري في السجائر بترسب كمان كتير من المواد المعدنية الضارة، ده غير خطرها كمان على البلاستيك اللي بيتم التسخين داخله، فبترشح جزيئات منه بتخش في رئة حضرتك برضو. فدراسات حديثة بتقول ان هي كمان اكثر فتكا من السجائر. وده اللي الدكتور فؤاد راسخ استاذ جراحة القلب والصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة يكلمنا عنه بشكل مفصل. دكتور فؤاد مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك. يا فندم اهلا بحضرتك. الصوت بعيد يمكن شوية انا مش سامع كويس. دكتور فؤاد حضرتك معنا؟ انا مع حضرتك. اهلا وسهلا. بعيد بس شويه. صوت بعيد شويه. صعوبه شويه. برحب بحضرتك مره تانية في 90 دقيقه وسؤالي بشكل مباشر جدا وواضح، ايهما اخطر او ايهم اقل ضرر، السجائر العاديه ولا السجائر الالكترونيه؟ والله يا فندم خلينا نتفق ان كل انواع التدخين بكل اشكالها سواء كانت السجائر او الشيشه او ما يسمى بالسجائر الالكترونيه سواء كان الفيب او الهيت كله مضر وكله ليه أخطار مميتة على صحة البني آدم بما لا يدع مجال للشك. الأبحاث أثبتت ده بما لا يدع مجال للشك، إن كل أنواع التدخين بكل أشكالها وكل صورها مختلفة. سؤال حضرتك أيهما أخطر؟ عايزين بس نفرق إن إحنا عندنا ثلاث أنواع من التدخين أو من السجاير، السجاير العادية والسجاير اللي هي بيسموها الفيب اللي حضرتك كنتوا جايبينها من شوية اللي هي اللي فيها الليكويد. والسجائر النوع الثالث اللي ظهر حديثا من حوالي 3 أو 4 سنين اللي هو اسمه الهيت. التدخين العادي هو بيعتمد ان التبغ بيتم حرقه فبينتج عنه مواد ضاره كثيره جدا، اقلهم ضررا هو النيكوتين، ولكن في مواد ضاره كثيره جدا بتدخل الجسم والدوره الدمويه وبتاثر على كل اعضاء الجسم. عندنا بس الجزئيه دي عشان هي دي دايما الناس بتقعد تتجادل فيها. طبعا في مخلفات معدنية تمام، وعملية التسخين نفسها بتؤدي إلى تفاعلات بيخرج عنها برضو بعض المواد هي عملية الحرق. عملية الحرق العادية عملية الحرق دي في منتهى الخطورة، يعني تخيل حضرتك أنت بتحرق مادة، المادة دي بينتج عن اشتعالها
مواد ومخلفات كتيره جدا زي الاطران وزي الطار، الحاجات دي في منتهى الضرر على كل اعضاء الجسم. ومخلفات البلاستيك بقى نتيجه عمليه التسخين نفسها، ما انت بتسخن ايه في الانواع بقى الثانيه الجديده لسه هنتكلم عليها، احنا بنتكلم لسه في السجائر العاديه خالص. جميل. الفيب اللي هو حضرتك كنتوا جايبينه من شويه اللي هو الصور قدامنا دلوقتي، ده بيعتمد على تسخين ماده اسمها الجليسرين. ايوه، دي تسخينها في منتهى الخطوره، والمواد اللي بتنتج عنها نتيجه لتسخين الجليسرين بصوره مباشره وبدرجات حراره عاليه بتوصل ل 300 او 400 درجه مئويه، ده بيخلف مخلفات شديده الضرر والفتك بصحه البني ادم يمكن اكتر من السجاير العاديه. فاللي متخيل ان الفيب ده بديل كويس للسجاير، لا، هو مخطئ تماما، وهي مخاطرها ومضرها اكتر من السجاير العاديه. مش معنى كده ان احنا بنشجع الناس يشربوا السجاير العاديه، ولكن اللي متخيل ان هو بيسيب السجاير على ان هو يروح للفيب على اساس ان هي حاجه اقل ضررا، لا، هي اكثر ضررا واكثر فتكا، وبشكل عام النوعين مضرين جدا. يفضل نوع ثالث اللي هو الحديث اللي هو اسمه الهيت، اللي هو عباره عن سيجاره صغيره اللي هي بتتحط في جهاز بيتم تسخينه، ده يعني بيطلع مواد مضره كتير جدا، ولكن افضل شويه من الحرق بتاع السيجاره العاديه. يعني يمكن المضار بتاعته اقل شويه من السجائر العاديه، اللي هو المواد اللي هي زي الطار وزي الاطران والحاجات اللي بتطلع نتيجه للحرق اقل شويه في الهيت، ولكن ما بنقولش ان هي حاجه مفيده او كويسه، ولكن مضره ومضره طبعا. ضرر بالك. احنا اتفقنا في البدايه ان كلهم غلط وان كلهم مضرين وكله مضر جدا. طبعا دي نصيحه بتهيألي بقى لكل المدخنين، او يعني يعني خلاص خلاصة القول كده في الموضوع، كل المدخنين كل شيء وكل أنواع السجائر سواء الإلكترونية أو العادية هي مضرة وهي مؤذية للصحة. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور فؤاد راسخ، أستاذ جراحة القلب والصدر بالقصر العيني جامعة القاهرة.